بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حياكم الله أيتها الأخوات وأيها الإخوة الكرام، ومع حلقة أخرى من حلقات مع الغروب في قناتنا قناة اليرموك، القناة الطيبة المباركة التي نتفيأ تحت ظلالها لتنتشر روائح طيبة وينتشر عبير الخير من هذه القناة إلى ربوع الوطن وإلى العالم جميعا. معنا آيتان من سورة الشرح، هي قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهاتان الآيتان سأتحدث عنهما بنقاط عدة. النقطة الأولى، سورة الشرح سورة مكية، وجاءت في ترتيب المصحف بعد سورة الضحى، ونزلت أيضا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سورة الضحى، والسورتان بينهما توأمة بيانية نفسية. أما بيانية فهي من حيث نسق وشخصية وكلمات كل سورة وآياتها، وأما نفسية في أن السورتان في أن السورتين تتحدثان عن رسولنا الكريم محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النقطة الثانية، سياق سورة الضحى وسياق سورة الشرح جاءتا تسرية عن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه أنس بهذا الوحي، ثم لما انقطع دخل في قلبه كآبة، ودخل في قلبه حزن شديد، ولم يعهد منه قومه آيات جديدة، فعايره البعض بذلك. وجاءت أم جميل، أم لهب، جاءت لتقول له: لا أرى شيطانك إلا قلاك. زاد الحزن عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تنزل سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. فكانت فرحة وكانت تسرية عن قلبه صلى الله عليه وسلم. كذلك سورة الشرح سياقها متواصل مع سورة الضحى: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، نعمة تلو الأخرى لترفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم همًا قد عاناه وعسرًا قد دخل فيه. النقطة التي بعدها، ما معنى الشرح؟ ألم نشرح لك صدرك؟ إن الشرح معانيه كثيرة، منها التوسعة في الصدر ماديًا ومعنويًا. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان بعيد ما بين المنكبين، وكان صدره يتسع لكل ضائقة، بل كان في أشد لحظات الضيق يبشر الأمة الإسلامية. لما؟ ليقينه أن مع العسر يسر، وأن مع الشدة رخاء، وأن مع الضيق فرج قريب. النقطة التي بعدها، ما علاقة فإن مع العسر يسرا بما قبلها في سورة الشرح؟ انظروا: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. هذه نعم، نعم أغدقها ربنا عز وجل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ليخفف معاناته وليرفع الهم عن قلبه ويفرج عنه. بعد هذه النعمة تأتي الآية: فإن مع العسر يسرا. لماذا؟ لتقول لنا إن من قانون الله عز وجل أنه بعد العسر هناك نعم، وهناك يسر، وهناك فرج. النقطة التي بعدها، علينا أن نعلم أن هذه سنة وقانون لا يتخلف. اشتدي أزمة تنفرجي، ونحن نعلم أن الفجر لا يبزغ إلا بعد اشتداد الليل سوادا، واشتداده ظلمة يأتي الفجر. وهذه سنة كونية أوجدها ربنا في الوجود، وخلقها الله تعالى في أكوانه.
كذلك من السنة التاريخية ومن السنة الاجتماعية ومن سنن الابتلاءات والمحن أن الله تعالى يجعل للصابرين فرجا. النقطة التي بعدها، لماذا أعاد الآية فإن مع العسر يسرا؟ إن مع العسر يسرا. والإعادة هنا لفائدتين. الفائدة الأولى، كأن القرآن يقول لنا إن إحداث اليسر بعد العسر هو سنة وقانون لا يتخلف، وهي نعمة ينعمها الله تعالى علينا. والأمر الثاني هو قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. كيف نفهم هذا الحديث مع بيان القرآن الكريم؟ إن العرب إذا عرفت الشيء يكون شيء واحدا، وإذا نكرته يكون الشيء متعددا. انظروا إلى الآية: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، العسر جاء معرف، يعني هو عسر واحد معروف، لكن اليسر جاءت نكرة، يسرا يسرا دون أل التعريف، ليدل على أن اليسر الأول غير عن اليسر الثاني. تماما في اللغة عندما نقول جاء المعلم، دخل المعلم، جلس المعلم، خرج المعلم، كررناه 4 مرات لكنه معلم واحد. أما إذا قلنا جاء معلم وخرج معلم، فإن الذي جاء غير الذي خرج. لذلك اليسر في الآية الأولى غير عن اليسر في الآية الثانية، أما العسر في الآيتين فهو واحد، فكيف لعسر أن يغلب يسرين؟ وكيف باليسرين عندما يكونان من الله عز وجل؟ إذا آمنا هذا الإيمان في بيان القرآن الشافي لكل مكروب، والشافي لكل مهموم، والشافي لكل محزون، إذا آمنا هذا الإيمان البيان الحق في كتاب الله، فإن الفرج آت لا محالة، وإن الخير قادم بإذن الله تعالى. والنقطة التي بعدها، لنعلم أن النماذج كثيرة في صبر الصابرين، وأعظم هؤلاء النماذج نماذج الأنبياء والمرسلين. يوسف عليه السلام يلقى في البئر فيصبر ثم يخرج منه، يلقى في السجن فيصبر، وهو الذي قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يفرج عنه ربنا فيخرج يوسف عليه السلام من السجن ملكا. حتى ذكر ابن كثير أن امرأة العزيز بعد هزيمتها وبعد عزلها هي وزوجها، رأت رسول الله، رأت يوسف عليه السلام يمشي بموكبه وحوله خدمه وقد ملك الدنيا، فقالت: سبحان الذي صير العبيد بطاعته ملوكا وصير الملوك بمعصيته عبيدا. يا الله، يونس عليه السلام في بطن الحوت يسبح الله ويصبر ويعلم أنه مع تسبيحه هناك فرج، فكان مع عسره يسر ثم فرج عنه. وهذا أيوب عليه السلام في مرضه، وهذا إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار يتحسب يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فينجيه ربنا من هذا الكرب وتكون النار بردا وسلاما عليه. وهذا إسماعيل يفديه ربنا بذبح عظيم بعد أن كان تحت سكين الذبح. يا الله، في كل هذه النماذج نجد اليسر حاضرا موجودا. والآية تقول: فإن مع العسر، لم يقل ربنا فإن بعد العسر، وإن كانت ذكرت في آيات أخرى لكن لها سياقاتها. أما هنا في هذه الآية التي يتحدث فيها ربنا مع حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول له: إن العسر معه يسران. والمعية تقتضي استسلام من معه، فهذا العسر قد استسلم في النهاية إلى هذا اليسر. ومن أعظم قصص ونماذج الصبر نموذج سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي أوذي من قومه إيذاء كبيرة أكثر من 10 سنين في مكة، يلقى الإيذاء ويلقى العذاب هو وقومه، ومع ذلك نجده صابرا، نجده محتسبا،
نجده يصبر غير صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يجده يقول لضعفاء المسلمين إنكم سترثون الأرض ومن عليها والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. اللهم أعد الأمن إلى يمننا وإلى شامنا وعراقنا ومصرنا وسائر بلاد المسلمين، أعد الأمن إلى المقدسات إلى القدس يا رب العالمين. والنقطة التي بعدها، علينا أن نعلم علم اليقين. قوله صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة انتظار الفرج. أفضل العبادة، اصبروا يا إخوة يا أخوات، إننا في كرب عظيم، اصبروا ستنفرج الأمور بإذن الله تعالى. الله يقول أليس الصبح بقريب؟ إذا دخل علينا الليل لا يمكن أن يبقى هذا الليل سرمدا إلى يوم القيامة، بل سيأتي الصبح بإذن الله تعالى. والعرب تقول إذا اشتد الحبل انقطع، ورحمة الله قريبة من المحسنين. ونختم بهذه القصة التي ذكرها ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، عندما رواها عن مالك بن دينار الذي دخل البصرة، وكان أهل البصرة يعيشون قحطا، فوجدهم في المساجد يصلون الاستسقاء ويرابطون بين الصلاة والأخرى، فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا حبسنا القطر ونصلي. ثم غادر الناس ودخل العشاء. يقول مالك بن دينار لم يكن لي دار في البصرة، فنمت في المسجد لوحدي، وبينما أنا نائم دخل رجل أفطس الأنف أبجر البطن، عليه خرقتان يستر عورته بواحدة منها لا يلقى له بال، جلس في المسجد ثم التفت يمنة ويسرة فلم يجد أحد ولم ينتبه إليه. يقول مالك بن دينار ثم رفع هذا العبد يده إلى السماء قائلا اللهم يا إلهي يا سيدي ومولاي، حبست القطر عن بلادك لتأديب عبادك، أسألك يا الله يا حليما ذا أنا، يا من لا يعرف خلقه منه إلا الجود، أن تسقيهم الساعة الساعة الساعة. يقول مالك بن دينار عن هذا العبد ما أن أنزل يديه حتى أظلمت السماء وتجمعت الغيوم ونزل المطر وأغيث الناس، فخرج مالك ليتتبع هذا العبد، وإذ به عبد رقيق لا يلقى له بال، استطاع بعد فترة أن يشتريه من سيده ثم يمنح الحرية ويصحبه. فلما أخذه يسأله هذا العبد سيدي لماذا أخذتني من دون العبيد، هناك القوي وهناك الحرفي، لماذا أنا؟ قال وجدتك كذا وكذا وكذا. فلما علم هذا الإنسان أن حاله وسره مع الله قد انكشف، قال له يا سيدي إذن لي أن أصلي ركعتين، فصلى ركعتين. ثم لما كان في سجوده الأخير جعل يتمتم، وإذ بمالك بن دينار يسمعه قائلا يا الله يا صاحب السر، إن السر قد انتشر وقد ظهر، فلا أطيق حياة بعدما اشتهر، وفارق الحياة وسلم روحه إلى الله. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل بعد عسرنا يسرا. اللهم يا الله إنا نتوجه إليك يا الله بالخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم احفظنا في أموالنا وأدياننا وأعراضنا. اللهم احفظنا يا الله في أماناتنا. اللهم احفظنا في أوطاننا. احفظ علينا سمعنا وبصرنا وصحتنا. نعوذ بك يا الله من الوباء والبلاء والغلاء. نعوذ بك من البرص والجنون ومن الجذام. ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم اسقنا رحمتك، وفرج عنا ما نحن فيه يا ربنا، وفرج عن أردننا الحبيب، وعن فلسطيننا، وعن كل بلاد المسلمين، إنك يا الله قريب مجيب الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.